هو ليه مرض السكر يا جماعة أعداده عمالة بتزيد كده؟ ليه؟ خليني أشارك معاك آخر دراسات جمعية مرضى السكري عاملاها. تخيل معايا كده كم بني آدم بيعاني من مرض السكر على مستوى العالم؟ 415 مليون بني آدم على مستوى العالم عنده مرض السكري. مش بس كده، ده متوقع الرقم ده ب 2040 يوصل ل 640 مليون بني ادم يكون عنده سكر. بيقول لك من كل 11 بني ادم بنلاقي بني ادم عنده سكر. هو مفيش بيت اصلا ما يبقاش فيه مرض سكري، تمام؟ مش بس كده بقى، ده 50% من الناس ما بتكونش اتشخصت. يعني انت ممكن بتسمع ان تكون مريض سكر وانت ما بتعرفش. 50% 46% بني ادم ما بيكونش عارف ان هو مريض سكر. دي حاجه خطر جدا، يعني بتكتشف بالصدفه. يعني انت ممكن تكون مرحله ما قبل السكر وانت سنين في الحوار ده، وفين وفين على ما تكتشف ان انت مريض سكر. طبعا انا امي كانت مريضه سكر، وهي طبعا معديه 60 سنه، ربنا يبارك في عمرها يا رب، وعافرت معاها زي ناس كتيره جدا عشان طبعا معديه 60. بس هي النهارده اتخلصت من السكر من النوع التاني. انت مستني ايه؟ انت مستني ايه؟ انضم عامله لك تحدي هيساعدك وهياخدك خطوه بخطوه وهيعلمك كل حاجه في مرضك ويعلي لك المعرفه عشان تتخلص من السكر من النوع التاني. مفيش حاجه ممكن توقفك غير ان انت تكون موجود معايا. بس خد القرار، والكوست حاجه بسيطه جدا. جاهز تبدا معانا التحدي وتتخلص من السكر من النوع التاني؟